الخلطة اللي احنا عاملين بيها دي بتتزين بيها كده من على الوش، بنمشي بيها خطوط وبيتقدم بيها بالشكل ده. الصوص بقى ده بيبقى مع الرز بيبقى طعمه خطير جدا جدا. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة خطيرة جدا جدا، هي خلطة في نفس الوقت تنفع وجبة وفي نفس الوقت تنفع جنب وجبة، يعني حاجة كده غريبة بس حلوة قوي قوي. تابعوني وتابعوا الخطوات وبالتفصيل هتديكوا نتيجة هايلة جدا جدا. اول حاجة انا معايا كوباية كبيرة من الكاتشب، تمام، انا عاملاه طبعا في البيت. معايا هنا معلقة من صويا صوص، معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة من الخل، طبعا حطهم الاثنين على بعض. معايا هنا معلقة شطة، لو مفيش شطة ممكن تحطي بابريكا، تمام. كل دولت معلقة صغيرة، معلقة صغيرة شطة، معلقة صغيرة توم باودر بصل باودر، ومعلقة صغيرة ملح. وهنا معايا معلقة كبيرة من عسل اسود ومعلقة كبيرة من العسل الابيض. يلا مع بعض نعمل الصوص وهقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه. يلا بينا. اول حاجة هنزل بالكاتشب، بسم الله، تمام، اهو عليه الصويا صوص، عليه الخل، معلقة كبيرة من الصويا صوص ومعلقة كبيرة من الخل، تمام. واروح جايبة معلقة كبيرة من العسل الابيض ومعلقة كبيرة من العسل الاسود. لو انت عندك عسل ابيض بس عادي، لو عندك عسل اسود بس عادي مفيش مشكلة، تمام. يبقى انا هنا واخدة معلقتين من العسل، عليهم التوابل اللي معانا، طبعا الشطة اختياري مش اجباري، توم باودر بصل باودر وملح، ممكن تحطي بدلها بابريكا، تمام. ابدأ بقى اقلب كل الخليط ده كله مع بعضه بالشكل ده، بسم الله. عايزه اقول لكم بقى ان الصوص ده خرافه، هنستخدمه في كل وصفتنا النهارده. هقلبه، اهم حاجه ما يكونش فيه تكتلات خالص، هقلبه كويس جدا وارجع لكم تاني. بقى مع بعض نشوف المقادير التانيه عباره عن ايه. طبعا زي ما انا قلت لكم القطع الفراخ اهي معايا، معلقه من البابريكا، معلقه من الفلفل الاسود، الملح اللون اصفر، تمام، وشطه وكركم او كاري على حسب الموضوع، مكعب من المرق الدجاج، تمام، ومعلقه كبيره من السكر. وهنا معايا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، وطبعا الرز مغسول واهم حاجه متصفي منه الميه كويس جدا. الصوص اللي انا قلت لكم عليه، اول حاجه انا معايا معلقه كبيره من الزبده، تمام، ومعايا حبه زيت، هقلبهم بس لحد ما الزبده تسيح واقول لكم هنعمل ايه. طبعا اول مساحه معايا هنزل بالمعلقه الكبيره من السكر، طبعا هفضل اقلب فيها، هسيبها كده لحد ما تتكرمل ولونها يتغير، واول ما لونها يتغير ويبقى فاتح هفضل اقلب فيها، هسيبها بقى واول ما لونها كده يبقى فاتح هوريها لكم هتبقى عامله ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين اهو السكر لونه بقى فاتح شويه اهو، هفضل اقلب كده، وبعدين هنزل بالبصلايه هقلبها لحد ما تدبل معايا، مش عايزاها تتحرق ولا اي حاجه، عايزاها تدبل بس، هخليها بقى تدبل وارجع لكم تاني. هروح بقى في المرحله دي هروح نازله بالمكعب المرق عشان يسيح معاها، تمام، ويديها طعم وتست حلو، وهقلبها. اهم حاجه خدوا بالكم بس عشان البصلايه ما تتحرقش منكم. زي ما انتم شايفين اول ما دبل معايا بقى بالشكل ده، شايفين هو متكرمل، هروح نازله بقطع الفراخ الصغيره، بسم الله، وهروح مدياها تسليحه او صدمه بالشكل ده اهو. اول ما اديها بس صدمه كده او تسليحه هقول لكم هنعمل ايه. وهروح بقى في المرحله دي نازله بالتوابل اللي معايا، بسم الله، وهروح مقلبه كويس جدا، شايفين، شايفين الفراخ لونه بدا يتغير ازاي، بجد الطعم خرافه. دي بقى هروح حاطه 3 معالق كبار من الصلصه او التتبيله اللي معايا، تمام، على الخلطه هنا، بسم الله، بجد مش قادره اقول لكم الريحه والله العظيم خرافه. 3 معالق كبار،
هقلبهم بقى كويس، هقلبهم بقى كويس جدا بالشكل ده وارجع لكم تاني. طبعا بعد ما قلبتها كويس جدا اهو شايفين، هبدا انزل بالرز المغسول ومتصفي من الميه كويس جدا، انزل بالرز بقى وارجع لكم تاني. بقى مقلباهم كويس جدا، شايفين الصوص عامل ازاي؟ بجد الوجبه دي خطيره جدا جدا جدا. بصوا اهو، هديها بقى تقليبه وتشويحه كده وبعدين هنزل بالميه. طبعا بعد ما اديتها تشويحتين كده هبدا انزل بالميه. بسم الله، اهم حاجه الميه تغطي الرز، ما زودش عن كده. وهقلبهم كده تمام قوي، شايفين غطت الرز. هبدا بقى اسيبها اعلي عليها لحد ما تغلي، واول ما تغلي معايا هبدا اوطي عليها البوتاجاز واوريكم هتبقى عامله ازاي. الرز عمل ازاي؟ اتشرب وكل حاجه. هبدا بقى اوطي عليه في المرحله دي تمام، وهقلب الرز كويس جدا. شايفين عامل ازاي؟ هو محتاج بس ان هو يتوطى عليه بحيث ان هو يستوي كله. يستوي وارجع لكم تاني. وده طبعا شكله، شايفين استوى معايا وبقى تمام وزي الفل. شايفين قطع الفراخ، شايفين قطع الفراخ عامله ازاي؟ بجد الطعم والريحه مش قادره اقول لكم، جربوها على ضمانتي هتعجبكم ان شاء الله. يلا بقى مع بعض نقدمها في الطبق ونشوف شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا جدا. ممكن الخلطه دي وجبه تتاكل كامله كده بجد حلوه، هتعجبكم، الريحه خطيره على ضمانتي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي في التعليقات او الكومنتات، مستنيه رايكم. طبعا الشكل النهائي معانا، اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، كنت طريقه شرح كويسه. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوف وشكم بخير وعلى خير في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. الخلطه اللي احنا عاملين بيها دي بتتزين بيها كده من على الوش، بنمشي بيها خطوط وبيتقدم بيها بالشكل ده. الصوص بقى ده بيبقى مع الرز بيبقى طعمه خطير جدا جدا، شايفين. شايفين الشكل ازاي؟ خطير، ما بالك بقى الطعم، خرافة بجد، الطعم يجنن.